الشغلة الوحيدة اللي نفسي أعملها ولسه ما جربناها بالقناة هي إني أطلع كهربائي. يب أشتغل بالكهرباء، نجرب نلعب بالكهرباء شوي، يمكن نتكهرب يمكن لا، الله أعلم. اليوم رجعنا بلعبة جديدة اسمها محاكي أو إلكتريسيان سيميليتر، محاكي كهربائي. فأعطونا ورشة صغيرة هون علشان نبلش فيها شغل، ولكن أنا شايف إنه فيها كثير كركبة ولازم ننظفها شوي شوي. فا اوكي بيحكوا لنا انه نقدر نبيع هاي الشغلات كلها، ما بعرف ليش بعت الرف الكبير، كان ممكن نستخدمه. فخلينا نرتب الورشة، زي ما انتم شايفين ورشتنا كثير كبيرة ولكن للأسف معفنة. شايفين لازم نبيع هاي كل الشغلات علشان ننظف الورشة ونبلش شغل بالورشة. فا يس، قبل لا نبدأ شباب لا تنسى تنزل تحت يا أسطورة تشترك في القناة، أهم شيء إنك تنزل وتشترك في القناة، ولا تنسى اللايك الأسطورة، ويلا بينا علشان نشوف إيش ممكن نسوي. أعتقد إنه خلصنا هيك، أعتقد يس خلصنا. أوكي فينا نطلع برا؟ لا ما فينا نطلع برا. طيب turn on flash light. أوكي حرف التي بنشغل فيه الفلاش. في عندنا لابتوب هون، أعتقد هذا اللابتوب اللي بناخذ فيه الشغل. أوكي ايش الكونفيرم؟ ايش الباسورد؟ 111 بيمزحوا؟ ايش الباسورد؟ يا سلام؟ كيف بدي اعرف الباسورد؟ سبعة تسعة سبعة واحد. اوكي سبعة تسعة سبعة واحد. او ماي جاد. اوكي تمام. اوكي في عندنا هذا الوظيفه هاي او الشغل هذا بده ايانا I wanted to turn the bathroom light، بده ايانا نشغل اضاءه الحمام. وبده يعطينا كم الجوب ريورد؟ 120 دولار. حاحكي له اوكي اكسبت، خلاص وافقنا. بعدين نطلع هيك. اوكي رحنا بالسياره، كول. طيب شباب لو لسه ما اشتركتوا انزل تحت اشترك، لو لسه ما حطيت اللايك انزل تحت وحط اللايك. طيب طلع لازم نجيب هذا المفك اللي انتم شايفينه معاي، جبته وراء الكواليس ورجعنا على البيت. تمام بسم الله، خلينا نشوف ايش بيلزم. مبدئيا اعتقد انه اوكي بيحكي لي تشيك على الوايرات، لكن قبل ما تشيك على الوايرات المفروض انه نطفي كهرباء البيت الاساسيه. اوكي اعتقد انه كهرباء البيت الاساسيه بتنطفي هيك، فخلينا نشيك على الوايرات نشوف اذا الوايرات موصوله كلها في بعضها ولا لا. بس يا رب ما نجيب العيد. اوكي فكينا هذا فكينا هذا فكينا هذا. اعتقد هون في عندنا كمان براغي لازم نشيلهم. بسم الله يا رب افلح بهذه الشغله، بس عن جد ما بدي شيء ثاني، انا ما بدي شيء ثاني. طيب الحين في عندنا الاحمر، بنحطه هون. اوكي ان شاء الله يكون مكانه صح. اوكي ما بعرف اذا مكانه صح ولا غلط، ان شاء الله ما نجيب العيد يفقع فينا الكهرباء بعدين. هذا هون. اركب براغي. اوكي المفروض هيك انه خلصنا، المفروض. خلينا نعمل له تيست نجرب. بسم الله بسم الله. ليتس جو ليتس جو. يا جماعه انا كهربائي، كهربائي ناجح، تعرفكم انتو. خلينا نرجع الورشة ونروح على المهمة اللي بعدها. خلاص هيك سكرنا هاي، نرجع ورشتنا ونقول المهمة اللي بعدها لازم نجمع فلوس ونشتري قطع كثير. تمام زي ما انتو شايفين رجعنا للورشة، خلينا نستلم شغل ثاني. في عنا شغلتين، في هذه يدة بلايستيشن قديمة او نينتندو او ما بعرف شو كونسول. تمام وفي عندنا هون اكثر من واحدة لازم نصلحها، بده يشبك هاي وبده يشبك هذه بالكهرباء، وكمان لازم نصلح هذه. اوكي هذه عليها 230 وهاي عليها 60. تعالوا ناخذ الاغلى. تمام اوكي هذا عندنا اوريدي، فنقول بسم الله المفك معانا. وخليني اخذ اكسبت علشان ناخذ القطعه الثانيه كمان. خلاص لكن في البدايه شايفين صار هون، شايفين. لكن في البدايه راح نروح على البيت نصلح البيت، نخلص من البيت
ونرجع. بسم الله، لقيت هذه قدامي على طول على طول دايركت نطفي الكهرباء. نشوف اللي بدهم تصليح، اعتقد هذول، اعتقد هاي بدها تصليح. انزل هيك، يس، لازم نشبك الاسلاك في بعضها. بسم الله، يبرغي ثلاث اسلاك هذه المرة، الله يستر. في هون براغي كمان، عن جد الله يستر. طيب اذا هاي بتركب هيك معناته هاي بدها تيجي على الطرف من هون المفروض. ايوه شايفين، هاي هون، هاي بدها تيجي بالنص صح ولا هاي؟ يا حبيبي والله لا نجيب العيد يا شباب، والله الله يستر ان شاء الله ما تفقع فينا الكهرباء. طيب المفروض هيك خلصنا هاي صح؟ المفروض في عندنا كمان واحد على الحيطه الثانيه. اوكي انا نشبك له التلفزيون على طول. اوكي احنا فاصلين الكهرباء، نسيت. اوكي هاي ما فيها. قبلك تبيع هاي الكراتين، شكله ساكن هون جديد. اوكي مفتاح البيت، مفتاح الغرفه. اوكي خلينا نصلح هاي. ياس كل البراغي. اوكي اوكي سوري 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 البراغي. سريع سريع شباب، سريع سريع. انا لما كنت صغير كانوا يلقبوني كامر الكهربائي. ايه الله يستر. خلينا نشبكهم على الاطراف هون وهون. ما بعرف اذا صح ولا غلط، يمكن صح يمكن غلط، ما بعرف. اركب اركب اركب. اوكي بسم الله، نعمل تيست، نركب هاي ونركب الساعة ولا ما بعرف. نقدر نركب اثنين. اوكي ليتس جو. بسم الله بسم الله، نشغل الكهرباء ونجرب. وين كانت الكهرباء؟ هون. نجرب. بسم الله، او ماي جاد ايش صار؟ التلفزيون مش شغال. والله شكلي جبت العيد. تعال نحطه هون. اوكي ليتس جو. بس هذه مش شغاله ليه؟ نشوف هاي. اوكي شغاله شغاله ليتس جو شغاله. بس في عندي هاي، هذه لسه ما اشتغلت. هاي ايش؟ هاي بدها تصليح. اوه بدها تصليح. لا 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 لا، نروح نطفي الكهرباء على السريع. طفي الكهرباء. انا كيف شبكتها من غير ما اصلحها؟ اوكي بسم الله، اول برغي. اوكي سوري، وهي شيلها هيك. نسينا نشبكها، الله يستر. الاصفر بالنص، الازرق على الطرف. والله جبت العيد، يمكن صح يمكن غلط، الله اعلم. جد اوكي خلاص هيك المفروض صح. ناخذ هذا الواير نحطه بهاي، نعمل له تيست. تمام، خلينا نعمل تيست للكهرباء. هي كله شغال، شوف هيك نتاكد من التلفزيون بس. ليتس جو. هيك يا معلم البيت كله شغال. خلينا نرجع المكتب وناخذ المهمة اللي بعدها. ليتس جو. حاليا رجعت للمكتب او للجراج او لل ما بعرف المهم، ولقينا في عنا هذا. اوكي هلا الموضوع عندي. تمام، شوفوا كل القطع لسه انون انون. اوكي بدنا المفك هذا حقه 80 واحنا معنا 700. تمام اوكي، هذا التستر الفاحص. بس مبدئيا احنا محتاجين هذا، فخلينا نفك البراغي. او ماي جاد قسما بالله اللعبة اسطورية. شوف كيف بيحط البراغي قاعد بالزاوية. اوكي او ماي جاد، ان شاء الله يا رب ما نجيب العيد. بس اوكي لازم نفك هذول. اوكي فكينا الكفر رماها هون. نفك هاي نفك هاي، فكينا القطع كاملة. اوكي فكينا هاي. الكنترولر باتري هو الخربان، هذا هو الخربان، فنعمل له ريبليس حقه 15 دولار. اوكي بدلناها خلاص، نقدر نركب الحين. الحين نقدر نركب القطع، نجيب البطارية دام احنا عرفنا ايش الخربان فيها. خلاص
اعتقد هيك تمام. ونجيب الكفر نحطه هون براغي، نركب، نعمل تيست، تيست ديفايس كله تمام التمام، سند ذا ايتم هيك 100%. بس في عنا 665، ليه ما اعطانا فلوس؟ ولا اصلا عشان اخذنا فيها 60 وهذاك مش عارف ليش. المهم هذه يعني طلعنا خسرانين فيها من الاخر. خلينا ناخذ جوب ثاني. في عندنا هذا جهاز سكرين نوت ديسبلاينج اني ثينج، سنسور نوت ديتكتنج. اوكي هذا اعتقد تبع المكيف صح؟ ما بعرف، اعتقد تبع المكيف. بده يدفع لنا فيه 340، ماشي جيب لي اياه. وفي عندنا هون مهمة ثانية انه اعتقد انه نشغل له 5 اضاءات. اوكي هون طافية، بده ايانا نشغل له اياهم عشان الزرع. اوكي تمام ماشي. كم بده يعطينا؟ 420. ليتس جو. خلينا ناخذ القطعة. اوكي بدنا نشتري هذا السلك تمام. استنى اوكي اعتقد الحين الجهاز هذا وصلني. يس وصل. بس في البداية راح نروح للبيت نصلح الإضاءة. أوكي وصلنا. ليتس جو. لازم نشغل. أوكي. أوكي ليتس جو. بسم الله. أوكي وصلنا. المكان مسكر. هذا المفتاح. ويت. يس. أوكي في البداية بما إنه أنا كهربائي محترف، خلينا نوصل الكهرباء. أعتقد. أوكي لهون بدنا نوصلها. 1 2. اوكي وصلنا الاولى. خلينا نعمل تيست. طيب اوه اوكي اوكي هاي وهاي مش واصله، وهاي هاي مش واصله. معناته لازم نجيب سلك من هون لهون. اوكي هاي ما فيها كونكت، ما فينا نشبكها من هون. فممكن نشبكها من هون دايركت على هون صح؟ خلينا نجرب نعمل هيك 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 هيك. Look at them shine. اوكي ما بعرف هيك صح ولا غلط. اوكي اول 3 اشتغلوا. الله الله ايزي يا حبيبي ايزي. شباب اقسم بالله اللعبة اسطورية اسطورية، بتعلمكم التوصيلات، بتعلمكم كل شيء. ايزي يا حبيبي. نرجع للبيت، صار عندنا فيه وايرين حلوين. نرجع للاوفيس تبعنا ونشوف ايش كمان. لسه في عندنا تبع المكيف، سنسر المكيف. اوكي نرجع للاوفيس ونصلحه ونشوف شو في عندنا كمان مهمات. رجعنا للاوفيس وخلينا نصلح هذا الشيء الغريب. ما بعرف هذا تبع المكيف. باور تيست. اوكي خلينا نفك كل البراغي. نفك البراغي بالبداية، نشيل البطاريات، نشيل الكفر. في هنا كمان براغي لازم نشيلها اعتقد ولا ايش. اوه الباتري سوكيت خربانة، هنسوي لها ريبليس على طول. او ماي جاد انا متأكد هذه المشكلة. القطعة الصغيرة نخسر فيها. اوكي الاسلاك كله تمام الى الان. اللي هاي الشغلات. اوكي فكينا الشاشه كامله. نفك البراغي ونفك هاي. اوكي في برغي كمان. او ماي جاد الكيس بحاله جيده. هذا ايش؟ هذا ايش؟ اوكي هذا اوه السكرين بليت. اوكي يمكن نقدر نعمل له فيكس بدل ما اوكي هذا جود. هذا جود. هذا خربان. او ماي جاد شرينا هذه القطعه. اوف والله صعب. اوكي اوكي الحين نشيله. اوكي هذه بدنا نسوي لها ريبليس اعتقد. هاي روكن خربانه. هاي تمام. هاي جود. هاي جود. هاي اوه هاي كمان خربانه.
هذه كلها خربانة يا ساتر. اوكي الحين نقدر نشيلها ونبدلها. يا ساتر كيف نبدلها؟ الو وين راحت؟ هاي هي ولا هاي؟ هاي هي. الو كيف اشتريها؟ الو خربنا القطعة. ريدي تو باي. اوكي بعشرة دولار شرينا واحدة جديدة والله. اوكي خلينا نسكرها. الله الله اسطورية. في عندنا قطعة هون فكناها اثنين دولار ماشي. الحين احنا دفعنا كم؟ والله ما بعرف بس اوريدي طالعين خسرانين والله. اوكي هذه صلحناها تمام. هاي القطعة الحين صلحناها ومية مية. تعالوا نفحص هدول. اوكي جود جود جود. او ماي جاد هاي تمام. هاي هاي اوريدي فحصنا. هاي خربانة. اوكي نشيل هاي نكبها بالزبالة. يو نيد تويزر. ايش تويزر؟ كيف اشيلها؟ الو يو نيد تويزر. ايش يعني تويزر؟ رقم ثلاث. ايش؟ اوه يا حبيبي حقه دولار ماشي. رقم اثنين ايش بكم؟ ايوه شبكناهم. الحين كله تمام. خلينا نفحص القطع. جود وهذا جود وهذا جود كله جود. اعتقد خلاص صلحناها كاملة. تمام 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 كله تمام. اوكي هذا جود خلاص. الحين في عندنا قطعة ثانية هون كمان نقدر نصلحها. يا ساتر. اوكي هذا مزبوطة. هاي تمام. هذه خربانة. خلينا نصلحها واحدة واحدة على السريع بما انه هاي خربانة. خلينا نشيل هذه على السريع. هاي خربانة وهاي خربانة. نشلع هاي ونركب الجديدة على السريع. رقم اثنين. اوكي ممتاز. نفحص هاي. هاي تمام. هاي تمام. يس هذه خربانة. اوكي نجيب نشيل هاي ونشيل هاي ونخلعها هيك ونركب مكانها. يا ساتر والله كلفتنا اكثر من حق التصليح. ايش في هيك؟ تمام اشتغلت. اوكي هذه خربانة كمان. يا اخي انا شو اللي بلشني هذه البلوة؟ والله العظيم مشكلة. وين راحت؟ والله دفعت عليها اكثر من حقه. خلاص هيك. هاي تمام تمام. هاي تمام. اوكي خلاص هيك. مية مية. وكل شيء تمام. اوكي. الحين بدنا نجيب القطعة الثانية. اوكي يلا ركب يا معلم. هذا الكيس ركبناه. ركب لي هاي القطعة. ركب الاسلاك. ركب لي السلك مكانه. وركب هاي مكانها. ايش في سكرو درايفر. اوكي ركب البراغي كلها مكانها هيك على السريع. الحين ايش بدنا نركب؟ ايش ناقص؟ الو والله جبت العيد قسم بالله جبت العيد. الحين صلحناها بالكامل. يس كلها تمام. السكرين تمام كل شيء تمام. ايش؟ الو كيف اركب؟ علم. الو القطعة اللي بعدها. كفر كفر. اكيد في برغي مش راكب ولا ايش؟ ذا الركبات صح؟ الكفر هاي مكان البطارية. طيب هاي برغي وهاي برغي وهي راكبة صح؟ ايش في؟ والله في قطعة مش راكبة شباب. ايش هي؟ ايش القطعة مش راكبة؟ برغي كله مكانه كل شيء تمام. يخرب بيت البراغي ومكانهم. اوكي والله مشكلة البراغي كانوا. اوكي خلينا نركب هاي البراغي بعدين نحط البطاريات. وهكذا بنكون خلصنا. حطينا الكفر نسوي له تيست الجهاز. بسم الله اشتغل. ما بعرف هذا اعتقد جرس او تبع مكيف والله ما بعرف. المهم سند ايتم اخذنا فلوس والحمد لله.
ما بعرف اذا بنشوف مهمة ثانية، هذا عليها 170 مهمة وما في غيرها، فتعالوا نخلصها. Make the switch working. Turn another switch on. Turn on all lights. Turn the radio on. اوكي اوكي، في هو معطينا اكثر من مهمة، خلينا نشتري هاي. Add by all. اوكي شريناهم. حاليا معانا 1069، بس نرجع منشوف يا كسبنا او خسرنا بهذه المشن. اوكي بسم الله وصلنا. مبدئيا بده ايانا نشغل الراديو، خلينا نشغل الاضاءة اول شيء. Do you want to go back to the office؟ لا. اوكي وين، ليش ما في اضاءة هون؟ ما في شيء. اوكي خلينا نشوف ايش الوضع هون. مبدئيا يا ساتر، هنشتغل هيك على العتمة. منا نشغل الكهرباء بالكامل. اوكي هاي هاي، ممكن نشيل هدول، هنشيل هاي اول شيء، نتأكد هاي خربانة ولا شغالة. خلاص شغلنا هاي. ويت خلينا نتأكد. اوه نو كيبل. اوكي نو كيبل. اوكي هذي اوكي في عنا في عنا 1 2 3 وفي عنا 3. اوكي ماشي. اوكي فهمت. اول شيء نوصل هاي، اعتقد انه في عنا اوصيلة. يا ساتر والله هذه مصيبة قسما بالله. اوكي مبدئيا خلينا نشوف. مبدئيا اشتغل واحد اللي على الطرف، هسه هاد نشبكه مع الثانيين. اوكي ماشي، هذا اوريدي مسؤول عن اللي على الطرف. اوكي الحين في عندنا هذا بنشبكه. يا ساتر يا ساتر والله مصيبه. لا لا استنى، في عندنا هنا وصله ثانيه. هذه هي نفس الوصله. لا لا تامر لا تجيب العيد، تامر لا تجيب العيد. وصلنا هاي، وفي عنا توصيل. لا 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 لا، احنا قاعدين نجيب العيد، احنا قاعدين نجيب العيد. طيب مبدئيا نشبك هذا الواير بايش. والله اخوان جبنا العيد قسما بالله. اوكي اوكي في عنا هيك هيك هيك. اوكي المفروض هيك لو شبكنا هذا بهذا. اوكي المفروض هو. يا ساتر هذا اوريدي شابك بهذا وهذا. اوكي ويت 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 ويت، ليتس جو. شغلنا اثنين، باقي عندنا الثالث. ليتس جو، باقي هذا الاحمر اوريدي اشتغل. ايش باقي؟ في شغله ناقصه، في شغله ناقصه ما شبكناها. ايش هي؟ الراديو. الراديو اوكي ممكن نوصله مع شو؟ مع هاي. اوكي خلينا نشوف. ويت اوكي الراديو ما في واير، ممكن نبدي له واير هون. يس هيك. واحد اثنين ثلاثة هان. لا اوصل اوصل، ليش اوصل؟ اوكي شبكنا بسم الله، نجرب يا رب. الراديو المفروض يشتغل. هذا ليه ما اشتغل؟ تمام اوكي ليتس جو. يا جماعه يا جماعه اللعبه ديم، اللعبه اسطوريه قسما بالله، اللعبه نار. وصلنا كل شيء، وبيحكي لي باك تو ذا اوفيس.
اوكي تمام، خلينا نرجع للمكتب. انا جدا مبسوط بهذه اللعبه. فا اوكي اعتقد لهون بنكون وصلنا لنهايه اللعبه. ف مش نهايه اللعبه، نهايه الفيديو. اتمنى تكون عجبتكم. اذا حابين انه نكمل بالفيديو ونكمل بالسلسله هذه اكتبوا لي تحت في التعليقات. لا تنسوا الاشتراك في القناه واللايك الاسطوري. باي باي.